قال رضي الله تعالى عنه: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. التدبير نوعين، نوع لا يمكن نسيبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دبر وكان يخزن طعام سنة ولا يزيد على سنة، يجيب لأهله لأزواجه رضي الله تعالى عنهن طعام سنة، خزنوا دول يا أولاد هنا علشان ناكل منهم خلال السنة دي وخلص الحديث، خلص كده. تيجي تبحث بقى في السيرة يقول لك ايه: فلا يبقى ذلك عنه أياما. هو ايه؟ هو خزن سنة، بيخزن سنة ليه؟ عشان يعلمنا التدبير المحمود، التدبير المحمود. والواقع بقى ايه؟ عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلا يأتيه سائل ولا محتاج ولا يشوف واحد كده تعبان ولا ايه، خد. فلا يبقى عنه ما خزنه أياما، ويعيش على الطوى بقى بعد ذلك. وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم. ما وصلوا ابن ناس حسيب نسيب وبطنه رقيقة، ماهيش بتاعة كدح وكذا، لا ده حاجة ولا ملوك ايه بقى وبتاع ايه، ده كله ده في الزبالة، ده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن شدة الجوع كان يضع صلى الله عليه وآله وسلم الحجارة على بطنه حتى يصبر على الجوع. ما هو اللي معاه عطاه للغير، ما بقاش معاه حاجة، لكن بيعلمنا احنا ان احنا ممكن ندبر لغاية سنة. لما خرج الى احد خالف بين درعين، يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا جعانة وتعود بطالا، يعني رايحة وجاية. يعني التدبير ده اللي هو لسه قالك عليه، ما تتركش الأسباب، ما فيش مانع منه. وما ليه التدبير اللي بينهى عنه دلوقتي؟ بيقول لي: وانت بتعمل الأسباب اوعى تعتمد عليها، اوعى تشيل هم. يبقى التدبير المنهي عنه انك تشيل الهم. اذا شلت الهم فاعرف انك ناقص في طريق الله. اوعى تشيل هم، ارضى، سلم، ثق بالله. فاوعى تشيل الهم، لو شلت الهم يبقى مفيش تدبير. علينا السعي على التدبير ان شاء الله. ارح نفسك من التدبير اللي هو عتلان الهم ده، انا خايف بكره يحصل كذا، يبقى لسه انت في اول لسه ما دخلتش الطريق، لسه ما اتفتحش الباب. ارح نفسك من التدبير، يعني ارح نفسك من التعلق والهم اذا ما دبرت. فما قام به غيرك عنك، الله كتب عليك ما سيكون، لا تقم به لنفسك، دي غباوه.